للمزيد حول فشل اختيار رئيس جمهورية ودلالة ذلك على عمق الأزمة السياسية بين شركاء العملية السياسية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. بداية دكتور قحطان، مرحبا بك. إلى أي مدى ترى أن فشل اختيار رئيس جمهورية حتى الآن في العراق هو دليل على عمق الخلاف بين شركاء العملية السياسية وانتقاله من بغداد وأحزابها وميليشياتها إلى أربيل؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة، وحيا المشاهدين الكرام. بالتأكيد معضلة كبيرة معضلة اختيار رئيس الجمهورية، وذلك العلاقة الكبيرة ما بينه وبين ترشيح رئيس الوزراء. لذلك نعتقد أن عملية اختيار رئيس الجمهورية تتعقد أكثر فأكثر، ولأن غياب ما يسمى بالسلة الواحدة للمسؤوليات وتناحر الفصائل المختلفة حتى التي تتماثل يؤكد على ذلك أن الخلافات كبيرة، ثم أن الخلافات بين القوة الكردية ذاتها أيضا يدفع بظلاله على الحادث. إذا نحن أمام معضلة تجر معضلة ومعضلة داخل معضلة. بالحديث عن الأزمة بين الميليشيات وأحزابها في بغداد، كيف تقرأ رسالة خامنئي التي أكدت ضرورة توحيد ما يسمى بالبيت الشيعي؟ بالتأكيد من حيث الشعارات والكلام العام يقول هكذا، ولكن وهي جزء من عملية إظهار حرص شكلي على ترتيبة البيت الشيعي، ولكن الواقع الحقيقي يشير خلاف ذلك. يشير إلى أن الجانب الإيراني يسعى إلى عرقلة تمرير مسألة الحكومة التي يرأسها أو ليتزعمها أو التي يقودها بشكل عام الصدر، وذلك لقناعتهم بأنه مال إلى الجانب الأمريكي. واحد، اثنين، خلافات البينية داخل البيت الشيعي، سيما تلك الملفات القديمة والاتهامات المتبادلة والوعود في القصاص، كلها يجعل الأمور حتى تخرج من يد إيران. ولكن إيران تقول هكذا كي تظهر العلم على أنها إيجابية، على أنها لا تذهب باتجاه الخلافات، ولكنها هي تسعى إلى تقليص فرص الصدر وجهات العلاقة ما بين القوى الشيعية الشيعية لثبات البيت الشيعي. ولكن البيت الشيعي تهرأ، والإطار كما قلنا انفجر أو سينفجر أو انفجر فعلا. يعني دكتور قحطان، تدخل خامنئي بهذه الأزمة على هذا النحو إلى أي مدى يثبت يعني فشل قاآني؟ أنا أقول أن فشل قاآني ليس بالضرورة لذاته، ولكن تعقيدات الأمور. الأمر دائما أنا أقول، وأعوذ بالله من كلمة، أنا أتابع الأحداث من خلال طبيعة الاتفاقات والتفاهمات الجارية ما بين القوى الدولية الكبرى على رأسها أمريكا وإيران عن طريق الموضوع النووي، وبالتالي الخلافات الأمريكية الإيرانية هي التي توجه الأمور بهذا الاتجاه. لذلك عملية الأمر اليطاع من قبل إيران تجاه مناطق بغداد لم يعد كما كان في الماضي. عليه أعتقد أن إيران ترى نفسها مضطرة لأن تظهر حالة من الإيجابية، ولكن في الداخل تضمر عداء وتضمر موقفا سلبيا. إذن هو عملية رسالة للمجتمع الدولي على أن إيران تسعى إلى زعزعة الأمور وحل المشاكل، ولكن في الحقيقة أعتقد إيران تدرك إلى أن طبيعة الحكومة القادمة العراقية هي جزء أساسي من الصراع الأمريكي الإيراني في العراق. تدخل خامنئي دكتور قحطان، يعني هذا لم يكن موجودا عندما كان قاسم سليماني يعني قائدا لحرس الثورية الإيراني. هل هذا يعني أن إيران تأذت كثيرا من قتل قاسم سليماني من قبل أمريكا؟ أي بالتأكيد تأذت كثيرا. يعني شخصية سليماني تختلف عن قاآني، ولكن حقيقة الأمر سليماني وقاآني هم أمائهم إيران بحجم إيران. إن كان سليمان كقائد، ولكن الظرف الآن في العراق ما عدا كالظرف السابق الذي كان يقود الأمر سليماني والأمر يسري ولا حاجة لتدخل خامنئي. ولكن أنا أقول أنه مجرد ظهور خامنئي في الصورة هي رسالة للمجتمع الدولي، لأن الذين في العراق يعرفون جدا جيد إلى أن قاآني يعني خامنئي، سليماني يعني خامنئي، السفير الإيراني في العراق يعني خامنئي. وبالتالي لكن الرسالة في رأي شخصي هي رسالة للمجتمع الدولي على أن إيران على رأس زعيمها الأول وعلى لسانه يذهب باتجاه التهدئة واتجاه
تمرر الامور بالشكل يعني الذي يوالي، ولكن حقيقه يختلف الامر كثيرا. دكتور قحطان، يعني رساله خامنئي كيف اثرت على حسابات الاطار التنسيقي في التفاوض مع الصدر؟ بالتاكيد اساءت لهم بالتاكيد، وعدت ضربه لهم، وهم لا اعرف ان كانوا على وعي او غير وعي، مهم اساسا تابعين لايران، وبالتالي ايران او اي جهه مهيمنه تلعب بتابعيها كما تشاء، ممكن ان تذهب بهم الى التهلكه، ممكن ترفعهم، ممكن ان تبيعهم بابغض الاثمان. فمصلحه ايران فوق المسميات العراقيه المرتبطه بايران كافه، وبالتالي ايران في معضل الان في صراعها وفي حوارها مع امريكا، ولا بعيد ابدا ان تضحي بكل الاطراف المعنيه لها في العراق على ان تبقي على النظام الايراني قائم وبعض المصالح الايرانيه قائمه، لانها تدرك على ان الخساره في العراق والخساره بالعملاء وان كانت مؤلمه هي اقل تكلفه من خساره ايران ذاتها وتغيير النظام على الايراني. على ذكر دكتور التضحيه، يعني ان تضحي ربما ايران بعناصرها، الى اي مدى تعتقد ان ايران تخلت بالكليه عن نور المالكي؟ انا اعتقد انه الذي قاعده عامه، يعني الجهات الدوليه الكبرى عندما تسير اطراف معينه هي كانما عمليه استخدام اجلكم الله وجل السامعين لماده الكلينكس عند الاستخدامات المعروفه لمره واحده في القذاره ويرفض. ولكن الان هذه المجامع العراقيه هي اساسا فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي عمليه التغيير لابد ان يغير هؤلاء من قبل ايران. لماذا؟ لان ايران دفعت بهم بكل قدرات ايران وفشلوا وخسروا كل تبعياتهم وكل جمهورهم وكل ما قدمت ايران. واحد، اثنين، لابد ان ياتي بجهه اخرى. ثلاثه، ايران دفعت لهؤلاء في الصراع بالمقدمه لكي تحمي ذاتها قبل ان تربح شيئا، وبالتالي اذا ما اشعرت ان البيت الايراني مهدد من قبل امريكا تضحي بهؤلاء، ولا شيئا غريبا في ذلك. نعم، من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.